أهلا بكم. أعلنت حكومة السودان أنها طلبت باستضافة القمة العربية للعام 2025 في بغداد، وستكون هذه القمة إذا ما عقدت فعلا في بغداد هي الأولى بعد نحو 13 عاما من استضافة آخر قمة عربية عام 2012. وقال الناطق باسم الحكومة في العراق أن هذا الطلب يأتي لاستعادة دور العراق الإقليمي والعالمي، وانسجاما مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقع العراق ونقل الصورة الحقيقية الإيجابية عنه، والتي بدأت تترسخ بدلا من تلك المشوهة السابقة، وأن العراق بحسب الناطق الحكومي بنسخته الجديدة يحتل موقعا بارزا في قلب قضايا العرب والمسلمين، ما يجعله لاعبا رئيسيا وفاعلا في تشكيل ملامح المستقبل العربي وفق المسؤول الحكومي أيضا. ويقول المراقبون العراقيون إن السياسة الخارجية العراقية بعد العام 2003 افتقدت لوحدة صناعة القرار السياسي الخارجي، وأفقد هذه السياسة المبادرة والتأثير في محيطها الإقليمي، وأن هذه السياسة فشلت في بلورة توجه محدد وأهداف قابلة للتحقيق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، والمشاكل الأمنية والاستقطابات الدولية والإقليمية وتأثيرها على المشهد السياسي عموما. كما أن قمة بغداد القادمة ستكون مجرد دعاية حكومية لأهداف داخلية بوصفها نجاحات حزبية، وليست مسارا لرؤية دبلوماسية وسياسة خارجية كما يقول المراقبون والناشطون العراقيون. ومع كل قمة عربية جديدة تثار الأسئلة نفسها عن جدوى الاستمرار في عقد مثل تلك القمم، وعن دور الجامعة العربية نفسها بسبب فقدان الثقة الشعبية العربية في دور هذه المنظمة في ظل أزمات عديدة تمر بها عدة دول عربية، وبدت فيها الجامعة العربية مشلولة وغير قادرة على التدخل لفض النزاعات ولتسوية هذه القضايا، بل وأفسحت الباب أو فتحت الباب أمام التدخلات الأجنبية الخارجية. طلب حكومة السودان باستضافة القمة العربية القادمة في بغداد وجدوى عقد القمم العربية ودور الجامعة العربية نفسها في القضايا العربية هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا يعتقد الكثير أن القمة العربية القادمة في بغداد ستكون مجرد دعاية حكومية لأهداف داخلية حزبية بوصفها نجاحات وليست رؤية سياسية عراقية خارجية؟ ولماذا أصبحت الجامعة العربية منظمة عربية مترهلة ومشلولة وتراجع دورها إقليميا ودوليا كما يقول المراقبون العرب؟ وكيف تحول دور الجامعة العربية إلى دور شكلي بدون مضمون حقيقي وبلا تأثير حقيقي وجدي، بل وفاقد للإرادة السياسية الفاعلة؟ وهل ثمة جدوى من تواصل عقد القمم العربية في ظل عدم قدرتها على معالجة الأزمات والتحديات المزمنة التي تعصف بعدد من الدول العربية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحفيظ المحبوب، ياسين التميمي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. ستبحث الحلقة في طلب حكومة السودان استضافة القمة العربية القادمة في بغداد، وجدوى انعقاد هذه القمم العربية ودور الجامعة العربية في حل القضايا العربية. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو. سيكون معنا من المملكة العربية السعودية عبر سكايب الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، أستاذ الجغرافيا الاقتصادية والسياسية السابق في جامعة أم القرى، وأيضا معنا الكاتب والباحث السياسي اليمني الأستاذ ياسين التميمي عبر سكايب. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، حكومة السودان بدت واضحة وحريصة على استضافة القمة العربية القادمة في عام 2025 في بغداد. تحدث الناطق عن دور إقليمي بارز للعراق في حل القضايا العربية والإسلامية ودور إقليمي وما إلى ذلك. ما الذي تريده حكومة السودان من هذا الطلب المستقتل عليه على عقد القمة العربية في بغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. حقيقة قبل هذا، يعني ماذا تريد حكومة السوداني من منظمة معينة، من كتلة معينة، من تنظيم معين سياسي اقتصادي اجتماعي كائن من يكون؟
هو أن يكون هذا التنظيم أو هذا الهيكل أو هذا الإطار مؤثراً وفاعلاً لكي تطلب منه شيئاً، كي يكون يعني طلبك مؤثر ويعود عليك بالخير. حقيقة الجامعة العربية عندما تطلب من الجامعة العربية أو تستضيف الجامعة العربية، علينا أن نقول أن الجامعة العربية من 78 سنة من تأسيسها لغاية اليوم، من عام 1945 لغاية اليوم، عقدة 33 قمة. لذلك كان في تقريركم أسمع تحدثون في المقدمة، نعم، تحدثون عن يعني دورها ترهل أو هكذا، نعم. من البداية هي كان دور الجامعة العربية دور مترهل، هي لم يكن لها دورا خلال 33 قمة عربية وأربع قمم اقتصادية عقدتها في الكويت وفي القاهرة وفي، لكنها لم تكن بهذا الترهل والضعف والبؤس في العقدين الأخيرين، يعني كانت على الأقل الحد الأدنى لقيادة العمل العربي المشترك. الحقيقة لم يكن هناك عملا عربيا، نعم، مشتركا الحقيقة، نعم، يعني لكي نكون منصفين، لأننا بالتالي نفتح ملفات الآن على الجامعة العربية ونقول أنه ما الذي حققته الجامعة العربية طوال 78 سنة؟ لن نجد شيئا، لا في القضية الفلسطينية ولا في قضايا كل الأقطار العربية، لأنه الأهداف التي أسست من أجلها الجامعة وأسست بقرار بريطاني للمعلومات، كل الأهداف هي الوحدة العربية، تحقيق الوحدة العربية، تحقيق التكامل الاقتصادي، تحقيق الدفاع عن السيادة والاقتصاد. دكتور، سنتحدث عن الجامعة العربية، لكن هذا كل حكومة السودان ما الذي تريده؟ لماذا كانت حريصة على استضافة القمة؟ هي القمة جزء، نعم، من القمة، هي جزء من دعاية، نعم، جزء من منظمة دعائية ليس أكثر، جزء من حملة للشو ليس أكثر، لأنه يتكلف الخزنة العراقية وتكلف كل الدول العربية التي تستضيف هذه القمم مبالغ كبيرة تأخذها من رصيد شعوبها، يعني موازنات هذه اللي في كل الدول العربية هي موازنات للشعوب، هي ليست لحكومات، الحكومات منظمة إدارية أو دائرة إدارية تدير هذه الأموال، هي الأموال أموال الشعوب العربية، أموال هذه الأقطار العربية الدول العربية، فبالتالي من هذه الدول تعطى هذه الأموال لقمم لا تساوي حتى قراراتها، يعني لا تساوي حتى الحبر التي تكتب به هذه القرارات، حبر الذي تكتب به هذه القرارات أغلى من قراراته، لأنه لا تنفذ ولا أحد يسمع عنها ولا لها علاقة ولا لها وزن ولا تأثير في العالم كله ولا حتى في الأقطار التي تعقد فيها هذه القمم. لذلك هذه القمم والجامعة العربية منظمة مترهلة ميتة سريريا الحقيقة، ونحن نحاول أن ننفخ الروح، يحاولون أن ينفخون الروح في منظمة ميتة. لذلك طلب السوداني من هذه الجامعة من القمة العربية أن تأتي تعقد في بغداد محاولة بائسة لشراء يعني لشراء حالة من إعلانية، حالة إعلانية دعاية ليس أكثر، ولا في واقع الحال هي القمة العربية لا تساوي شيئا وليس لها وزن، مع أنه الجامعة العربية أسست قبل الأمم المتحدة للأسف الشديد، أو في نفس السنة، يعني من 45 قبلها في كم شهر أسست، لكن لم تفعل شيئا وما زالت غير مؤثرة، وحتى الأمم المتحدة هي غير مؤثرة الآن. نعم دكتور عبد الحفيظ، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بك سيد ماجد وبضيفك الكريم بالمشاهدين. أهلا وسهلا الدكتور. الحقيقة ومنهم دكتور رافع الفلاحي يعني صار عنده قناعة أو ثمت شبه إجماع على أن وضع الجامعة العربية وضع بائس، منظمة إقليمية خارج الزمن مترهل، هكذا يقول طبعا المراقبون، بل مسؤولون حتى المندوب السعودي أحمد القطان ومندوب جزائري طالبوا يجب أن هذه المنظمة يجب أن تصلح، لا يجب أن تبقى هكذا، على الرغم من أنها من أقدم المنظمات الإقليمية والدولية تأسيسا، تأسست عام 45. هذه الشلالية، هذا الترهل، لماذا أصبح داء مزمنا في أداء الجامعة العربية؟ دكتور عبد الحفيظ، عندنا مشكلة بالاتصال ويا الدكتور. طيب ممكن نحول إلى تليفون إذا المشكلة استمرت في السكايب. طيب أستاذ ياسين التميمي نفس السؤال، الجامعة العربية عجوز مترهلة مشلولة،
يعني على الرغم من أنه عمرها 80 سنة لم تستطع أن تعالج نفسها، على الرغم من دعوات الإصلاح والتطوير والارتقاء والتقويم. الجامعة العربية الآن، العرب أو قسم من الدول العربية يعني أمام تحدي وجودي، والجامعة العربية على سيرتها الأولى كما لو كنا قبل 40 أو 50 عام، يعني على الأقل كان الوطن العربي، العالم العربي في شيء من التعافي. لماذا هذا الشلالية المستمرة؟ هذه الشلالية المستمرة. تحية لك أستاذ مايد ولطيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. يعني الجامعة العربية أعتقد أن وضعها أسوأ بكثير مما كان عليه الحال في الأربعينيات القرن الماضي عندما تأسست. نعم. على الأقل في تلك الفترة كان هناك أمل بأن الأمة تكمل استقلالها وتستعيد وحدتها، وكان هناك أمل عريضة، وكان هناك حديث مرتفع حول فكرة وحدة الأمة وتضامن الأمة إلى آخره. اليوم أنا أعتقد أن المشاريع القطرية هيمنت بشكل أكبر بكثير على حالة الاجتماع العربي، والجامعة العربية ذهبت ضحية ولم يعد لها تأثير. اتفق مع ما طرحه الدكتور رافع، لم يعد لها تأثير بالمطلق، وبطبيعة الحال مثلت اتفاقية كامب ديفيد الضربة الأولى القاتلة التي تعرضت لها الجامعة. تشظت، حاولت أن تلملم نفسها، لكن اليوم في الحقيقة هناك تهميش واضح، وهو جزء أنا أعتقد من حالة عامة، يعني لا تتعلق بوضع العرب وإنما بوضع العالم نفسه. لأنه الأمم المتحدة اليوم نفسها تتعرض لاختبارات كبرى، يعني العراق كان حاضرا بحسن الحظ في اختبار مدى صلاحية هذه المؤسسات سواء الإقليمية أو الدولية، وثبت فعلا بأنها لا تصلح وليست مؤهلة لحفظ السلام العالمي ولحماية استقلال الدول. سقطت الأمم المتحدة أمام العراق، وسقطت الجامعة العربية أيضا أمام العراق، أمام امتحان العراق وإرادة العراق بأن يبقى بلدا مستقلا. اليوم سيذهب القادة العرب العام القادم، ربما إذا بقيت الأجواء كما هي عليها اليوم سيذهبون ليلتقطون صور تذكارية. بطبيعة الحال التمثيل سيكون منخفض بالنسبة لبغداد، الحضور على المستوى سيعكس العلاقات والحالة الاستقطاب والمحاور التي تتوزع على الخارطة العربية، لكن الحضور سيكون من المؤكد أنه ليس حيويا، ليس رفيع المستوى. يعني للأسف الشديد العراق، يعني من حيث المبدأ اليوم العراق في ظل الحكومة الحالية التي تنكفئ على نفسها طائفيا وتحاول أن ترسي أسس نظام طائفي يهمش العراق ويهمش الشعب العراقي. عندما تقر مناسبة طائفية كيوم وطني في العراق أو عيد في العراق، هذا يمس وحدة الأمة ويمس وحدة العراق ويمس مصداقية هذه الدولة، ما إذا كانت بالفعل عربية أم بالفعل تقع تحت هيمنة الجار الفارسي الذي تقريبا يسيطر على مقدرات العراق المالية والاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية. يعني هناك من، ونعتقد أنه ربما يكون هذا الأمر بدافع من الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية تريد في هذه المرحلة الحساسة تحديدا أن تنعقد القمم العربية في بلدان تركن إليها وتعتقد أنه لا يمكن أن تصدر قرارات ذات قيمة بالنسبة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أشكرك دكتور عبد الحفيظ. ويانا معك أنا. نعم دكتور رافع، نرجع لدكتور رافع. دكتور، الحكومة تقول أن هذا الطلب، طلب استضافة القمة العربية، جاء بعد استعادة العراق لدوره المستحق إقليميا ودوليا. العراق يلعب دور بارز وفاعل على الساحتين العربية والدولية، وهو وسيط، محل ثقة في حل الكثير من القضايا والصراعات والمشاكل التي تعصف بالمنطقة. العراق الآن ليس كما كان قبل سنين، هكذا تقول طبعا مستشار للحكومة، بل والناطق باسم الحكومة أيضا تحدث بهذه الطريقة. هل فعلا الآن العراق يلعب دور بارز مؤهل وسيط لحل مشاكل المنطقة المتراكمة؟ إذا كنا نعتمد على حديث لناطق باسم الحكومة فهو بالتأكيد سيقول كلاما جميلا. نعم. سيقول قصائد في هذه الحكومة لأنه ناطق باسم الحكومة. والصحيح ماذا؟ لكن واقع الحال، نعم،
يشير إلى أن العراق فيه أزمات كبيرة، فيه مصائب كبيرة، فيه فساد وفيه خراب وفيه طائفية وسياسة طائفية، فيه تهميش وفيه إزاحة وفيه خطط لإزاحة بشر معينين، لإزاحة مكونات معينة بتغيير ديموغرافي، بحاجة إلى كثير من القضايا التي يحتاجها الشعب، وأولها الاستقلال والسيادة وعدم تغول الآخرين. هذا كله مفتقد العراق، مشاكل داخلية حتى بين القوى التي تحكم العراق، حتى بين قوى العملية السياسية مشاكل كبيرة، ومشاكل فيها صراعات كبيرة وفيها حسابات كبيرة، وما نشهده من خطابات طائفية وخطابات تهديدية واضحة جدا جدا. ويكفي أن أقول لك أنه من ستة أشهر، أكثر من ستة أشهر لحد الآن، لم يستطيعوا أن يتفقوا على رئيس لمجلس النواب، لم يستطيعوا، لأنه هذا من الطرف السني وهذا من الطرف الشيعي وهذا من الطرف الكردي، وهكذا ضمن نظام المحاصصات، والكل يريد، وهذه أكثرية وأقلية. فالعراق عنده مشاكل، كيف يمكن لبلد عنده كل هذه المشاكل ويكون طرفا يعني يلعب دور حمامة السلام بين القوى الإقليمية والدولية، ويكون وسيطا موثوق به من الآخرين؟ ما كل الأطراف الأخرى عليها أن تقول له، أكيد ستقول له، أنت ذهب حل مشاكلك وبعدين تعال حل مشاكلنا. ما هو لديه مشاكل. أنا عندما أكون طرفا وسيطا بين فلان وفلان، أو طرف بين الجهة وجهة، يجب أن أكون أنا خالي من المشاكل، يجب أن أكون قد استطعت أن أسيطر على المشاكل التي تعترضني، التحديات التي تعترضني. أيضا الحكومة في بيان الاستضافة تقول أن العراق بنسخة جديدة، نسخة يعني عمرانية، العراق الآن يتقدم، هناك نهضة عمرانية، هناك استثمار، هناك استقرار سياسي. وما دام ضيفنا دكتور عبد الحفيظ موجود، العراق غير، جدة غير، كما يقول السعوديين جدة غير، العراق غير الآن، غير في السنين السابقة، ولعب دور الوساطة في أعتقد مع بين السعودية وبين إيران في مباحثات أو حوارات جرت في بغداد. العراق الآن غير. والله يا أستاذ ماجد، الحكومة تقول مو أنا. الحكومة تقول ما تقوله. ولكن هذا الكلام مضحك الحقيقة. نعم. لأنه، وأعود مرة أخرى أقول لك، من يلعب دور طرف، طرف دبلوماسي، طرف مشارك في تقريب وجهات النظر، يجب أن تكون له وجهة نظر طبيعية ومنطقية ومقنعة للآخرين، وسياسات واضحة للآخرين. لا في السعودية ولا في إيران ولا في العالم كله يعتقدون أنه ما موجود في العراق هو يشكل حالة يمكن القول بها عقليا وذهنيا وكرؤية للحكم والسلطة. قضية كبيرة جدا جدا، سلطة مستلبة وسلطة غير مسيطرة على نفسها، وخطابها طائفي وانتماءاتها، والرؤوس كثيرة. نعم. في العراق رؤوس كثيرة للحكم، كيف يمكن لهذه الرؤوس الكبيرة أن تتفق على قرار واحد داخلي لا تتفق عليه؟ فكيف بها أن تتفق على قرارات عربية وأقليمية ودولية بهذه الطريقة؟ كذبة كبيرة. أشكرك. حقيقة دكتور عبد الحفيظ، أرجو أن يكون الاتصال الآن معافى يعني بيناتنا. لا تمام إن شاء الله. فضل. مع انعقاد كل قمة عربية دكتور، الحقيقة يقفز السؤال نفسه، ما الذي استفاده المواطن العربي من استمرار في عقد هذه القمم العربية في ضوء هذه التحديات الوجودية الكبرى، في ظل أزمات، حروب داخلية، تدخلات خارجية تعصف الحقيقة بالكثير من الدول العربية، ومرت عليها قمم عربية سابقة لم تقدم لها لا رؤية ولا معالجة ولا حل؟ إذن ما الجدوى من استمرار هذه القمم؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحب بك أستاذ ماجد، وشكرا على الدعوة والاستضافة، ورحب بضيفيك الكريمين والمشاهدين. تشرفنا. حقيقة أنا أود أن أبتعد قليلا عن جلد الذات. نعم. واستباق ما يحصل في القمة القادمة في العراق العريق. نحن نعيش أستاذ ماجد وضيوفك الكرام، نعيش في عالم التكتلات، والتكتل قوة. نحن أعتقد حينما يعني قامت الجامعة العربية، هي فكرة عربية أصيلة نشأت نتيجة حراك قومي لمقاومة الاستعمار في ذلك الوقت، 1943-45 كانت أول قمة في أنشاص في إسكندرية في مصر في عام 46،
الحقيقة كان العراق من أولى الدول التي شاركت، كان شاركت 7 دول، كان العراق من المؤسسين للجامعة العربية. الحقيقة يعني كان هناك أستاذ ماجد، يمكن الزملاء الفاضل يعني يقولون إن إنجازات الجامعة العربية، ويحق لهم وحق لهم وللمواطنين، أنها كانت تدور في حلقة مفرغة. لكن لو تتبعنا الأزمات التي مرت بالأمة العربية، هناك الحقيقة يعني العرب كان لديهم حلم الأوروبا وخياراتها في مواجهات القوى الدولية. كان هناك حقيقة مشاريع لتحطيم هذا الحلم العربي، سواء المشاريع الإقليمية متحالفة مع المشاريع الدولية. لابد أن نستطرد في هذه المشاريع. صحيح يعني حينما أنت تقارن بين الجامعة العربية وما بين الاتحاد الأوروبي، حينما بدأ في يعني منظمة وحدة الفحم والصلب في عام 1951، ثم تطور إلى 22 دولة، الآن الناتج القومي 17 تريليون دولار، ثلثي الناتج القومي الأوروبي، مساحته 3.9 مليون كيلومتر، مساحة العالم العربي 13.8 كيلومتر مربع، لكن الناتج القومي العربي 3.5 تريليون دولار، أقل من ناتج ألمانيا. طبعا دول مجلس التعاون الخليجي يسيطر على 2.3 تريليون دولار، التجارة العربية يسيطر على 85% من التبادل التجاري. يعني الحقيقة لا شك أنا أتفق مع زملائي، لكن جلد الذات الآن ما بعد ثورات الربيع العربي أستاذ ماجد، الدول العربية منهارة، من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى ليبيا إلى السودان إلى اليمن. طيب، ما الذي يعني قدمته الدكتور عبد الحفيظ، ما الذي قدمته الجامعة أو القمة العربية على الأقل لإيقاف هذه الانهيارات المتتالية؟ الدول العربية سقطت يعني كقطع أو أحجار الدومينو الواحدة تلو الأخرى، والجامعة العربية تتفرج، والقمة العربية الحقيقة مجرد بيانات للشجب والإدانة ليس إلا. دعني أستاذ ماجد أعرض عليك سؤال مقابل. نعم، ماذا لو كانت الدول العربية غير منضمة إلى جامعة الدول العربية؟ نعم، ماذا يكون مصيرها؟ أنا في ظني أستاذ ماجد، صحيح الآن الدول العربية منهارة، لكن في هناك قوة، المملكة العربية السعودية ومصر مع عمودة الأمة العربية. نود أن نستعيد العراق، نود أن نستعيد سوريا، نستعيد السودان، نستعيد ليبيا، نستعيد اليمن، ولولا استمرار هذه القمم لا نستطيع استعادة هذه الدول المنهارة، لأن هذه الدول المنهارة لابد، نعم. لأن حقيقة يعني المملكة العربية السعودية حينما دعت إلى قمة استثنائية عربية إسلامية وجابت العالم من أجل دولة فلسطينية مستقلة لكي ننهي الصراع الذي أدى إلى انهيار الدول العربية استمرارا، سنتحدث، أشكر الدكتور عبد الحميد. ودعوة نعم، تفضل سنتحدث عن تفضل. البديل إذا ما استغنينا أو تخلينا عن الجامعة العربية. أستاذ ياسين التميمي، دور الجامعة العربية تحول دوره كما يقول المراقبون، وأنت تحدثت طبعا على الأقل في السنة الأخيرة، إلى دور أو حضور شكلي باهت بلا يعني منزوع الدسم، بلا مضمون حقيقي، فاقد للإرادة السياسية. هذا يعني هذا الدور الشكلي للجامعة العربية، ما الذي حولها إلى دور شكلي؟ الأنظمة العربية الرسمية، الواقع العربي المتردي الذي يسير من السيء إلى الأسوأ، المؤامرة الخارجية، من السبب؟ ما السبب؟ تقريبا كل هذه العوامل على تفاوت مستوى تأثيرها ساهمت في تهميش جامعات الدول العربية، وهي حالة لا تخص الأمة العربية إنما تخص تقريبا الأمم المتحدة أيضا. أنا في تقديري أنه حالة يعني انكشاف المنطقة العربية كما لم تنكشف من قبل، مستوى تدخل القوى الدولية الكبرى في المنطقة بات قويا إلى حد أنه أثر في أجندات الأنظمة العربية،
حدث تحول أيضا في معظم الأنظمة العربية، بعضها انهارت تحت وقع التغيرات والاضطرابات التي هي ليست محصلة الثورات نفسها وإنما محصلة المؤامرة التي وقعت على هذه الثورات. هناك أنظمة عربية يعني أعتقد أنها باتت تحدث مقاربتها الخاصة فيما يتعلق بمصالحها ومصالح البلدان العربية. هناك حالة تنافس شديد جدا على يعني ما يمكن وصفه بالنفوذ على القرار العربي. هذا الأمر اقتضى أن الدول تتسابق على عقد صفقات وتوافقات مع القوى الكبرى، وفي المحصلة بطبيعة الحال هذا النوع من السياسات دائما ما تكون على حساب التوافق العربي نفسه، على حساب التكامل العربي نفسه. ولهذا الحديث اليوم عن وجود دول عربية متعافية وقوية أنا في تقديري ليس مؤشر إيجابي بالمطلق، لأن هذه الدول يعني بنيت عافيتها على حساب عافية بقية الدول، والصفقة التي رأيناها على رؤوس الأشهاد وأدت إلى تعقيد الدول بكاملها يشير إلى أن الدول التي لا تزال تتمتع هذا يؤكد ما قال دكتور رافع من أن العمل العربي المشترك أصبح في مهب الريح، أو هو طبعا قال ليس هناك من عمل عربي مشترك أصلا. نعم هذا بالتأكيد، ما من عمل عربي مشترك، هناك أجندة منفصلة اليوم، كل دولة تعبر عن مصالحها بشكل مختلف. هناك حالات يعني بعض الأنظمة العربية مرتهنة بشكل كامل للقوى الخارجية، هناك محاولة من بعض الأنظمة العربية لفرض نفسها، لكن هذا لا يعني أنها تحررت من المؤامرات الدولية، لا، هذا لا يعني أنها تحررت من الخطر الذي يتربص بالأمة بكاملها. أنا في تقديري أن البديل هو حالة تكامل يبنى على عافية جميع الدول العربية، وعندما ضحينا بدول فقط لأنها أرادت التغيير فعلينا أن نتوقع بأن الأمة العربية لن تتعافى بسهولة. الجامعة العربية تقريبا فقدت تأثيرها، والدول التي تعتقد أنها قوية وقادرة على حماية مصالحها أعتقد أنها ليست كذلك، بدليل أن كل الدول الضعيفة والقوية العربية اليوم تتعرض لاختبار قاسي من خلال العدوان الذي ينفذه الكيان الصهيوني على غزة، واتضح أن هذه الدول ليس لديها القدرة حتى لممارسة الضغوط أو ما يسمى بالتأثير الذي يمكن أن على الأقل يخفف قليلا من أعمال القتل والدمار والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. أشكرك. بالاستئذان من الضيوف الكرام ومن المشاهدين الكرام أيضا نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوف حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار عن طلب حكومة السودان استضافة القمة العربية القادمة في بغداد في العام 2025. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. العين بالعين والسن بالسن والباد الله. يعني لو يتم التحقيق، لا اليوم اكتشفنا مئات المقابر الجماعية اللي تم فيها قتل هذه المجموعات من شبابنا بالملابس المدنية. هذه الجريمة الكبرى التي تعد واحدة من أكبر الجرائم في العصر الحديث، تغييب مئات الآلاف من المواطنين. لم يبقى أي مغيب، الكل تم تصفيتهم. معذورين ينطينا زلمنا، ميتين ينطينا ياهم الحلبوسي، ما طول يضربيهم مغدورين.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث الحلقة في طلب حكومة السوداني استضافة القمة العربية القادمة في بغداد. ضيوف طاولة رافع الفلاح عبد الحفيظ المحبوب وياسين التميمي. دكتور، هناك إشكالية أيضا طرحها يعني مراقبون. العراق بعد عام 2003 العراق الجديد لا يعرف نفسه على أنه دولة عربية في الدستور، أنه هناك عرب يسكنون في العراق ضمن مكونات يعني أخرى. الحقيقة هذا طرح إشكالية كبيرة، هل يصلح دولة فيها العرب يعني جزء من المكونات الأخرى أنه تقدم على دولة عربية، تقطر العمل العربي المشترك، تعقد قمم عربية؟ هذا أيضا إشكالية، أم القضية هناك تحميل لشيء الحقيقة بدون داعي؟ أستاذ ماجد، ربما يعني سيأتي بعد ذلك أتحدث عن موضوع آخر، لكن دعني أجيبك على هذا الموضوع. نعم. في عام 2003 عندما تم احتلال العراق، ارتكبت الجامعة العربية واحد من الأخطاء الكبيرة بسبب ميثاقها، بسبب علاقاتها، لا أعرف، عندما أعطت كرسي العراق إلى مقعد العراق إلى حكومة تحت الاحتلال. أنت في جامعة عربية مستقلة تدافع عن استقلال البلدان العربية وعن رفاهيتها وعن استقلالها عن وحدتها، وإذا بها تعطي مقعد العراق لحكومة تحت الاحتلال، وباعتراف الأمم المتحدة تقول إنه أمريكا وبريطانيا دولتا احتلال للعراق، هكذا كانت، وأعطت مقعد العراق لحكومة تحت الاحتلال. هذا يعني لا يناقش هذا الموضوع، وهذا خطأ كبير، كان استراتيجي كبير. دعنا من هذا، أعود مرة أخرى إلى الدستور الذي حضرتك ذكرته. في عام 2005 صدر الدستور اللي يسموه دستور هذا الكسيح الذي يتمسكون فيه بالعراق. في هذا الدستور بغض النظر عن كل شيء، بغض النظر أنت كيف تنظر إلى الأمور، لكن أكثر من 80%، مو هو الموضوع عن أكثرية وأقلية، هكذا الحديث بالديمقراطيات ويقولون بلد ديمقراطي أكثرية وأقلية، أكثر من 80% من العراقيين على الأقل، أنا أقول هكذا وبصفتي يعني متخصص بالتاريخ، أكثر من 80% من العراقيين هم من العرب. طيب إذا كنا نقيس على الأكثرية والأقلية، فإذا العراق بالأكثرية هو بلد عربي وطول عمره بلد عربي ومؤسس للجامعة العربية. في الدستور في المادة الثانية بالمادة 2 يقول أن العراق بالنص، يقول أن العراق يشكل يعني علاقات تكاملية مع العالم الإسلامي ومع العالم العربي، لا يقول أن العراق دولة عربية. نعم. لا يقول، لأنه هو دستور مبني على المكونات وليس على المواطنة، وإذا كنا على المواطنة نبني على المواطنة، أكثر من 80% من المواطنين العراقيين هم عرب، وكل العالم العربي يعرف أن العراق عربي وهو رأس العرب، هكذا هكذا سماه يعني الخليفة عمر رضي الله عنه، هكذا. ليش لا يمكن أن طيب إذا كان البلد في دستوره لا يقول أنه عربي، كيف تعقد القمم العربية عنده وتعترف به يعني وتسنده الجامعة العربية التي اسمها الجامعة العربية في بلد لا يعترف بالعرب، لا يريد أن يقول أنا بلد عربي، أنا لدي مكونات. وهذا غريب، هذا واحد من القضايا الغريبة. وما دمت هذا يعني أتحدث عن هذا الموضوع، سأقول لك يعني لو كانت الدول العربية بلا جامعة العربية ما الذي سيفرق؟ لن يفرق شيئا. يعني هي ماذا فعلت الجامعة العربية للدول العربية؟ لكل الدول العربية المستقلة منها والمحتلة منها والتي سياساتها صحيحة والتي سياساتها خطأ. يقول المنتقدون يعني يقول أنها يعني على الأقل قاطرة متاحة للعمل العربي المشترك، وهي الحد الأدنى للتوافق في ظل هذا الواقع العربي المتردي، ومنصة للتحاور بين الدول العربية في كل الأحوال لا غنى عنها. يا عزيزي، ممكن أن تتحاور تتحاور المملكة العربية السعودية مع كل الدول العربية ولا تحتاج الجامعة العربية. ممكن أن تتحاور الأردن مع كل الدول العربية ولا تحتاج الجامعة العربية. ممكن أن يتحاور العراق العربي مع كل الدول العربية ولا يحتاج الجامعة العربية. ما فائدة الجامعة العربية إذا كانت هي غير مؤثرة، غير قابلة تأسيسها؟ وأعود مرة أخرى حتى لا نذهب بعيدا، لما أسست الجامعة العربية لم يؤسسها الفكر القومي العربي، أسست لأن بريطانيا أرادت تأسيسها، هكذا، هذا واقع الحال. وأول من أعلن تأسيسها وطالب بتأسيسها هو وزير خارجية بريطانيا عام 1945،
لماذا؟ لأنه كان هناك تنافس بريطاني فرنسي على المنطقة العربية كلها، وكانت فرنسا تحتل جزءا كبيرا من الوطن العربي، كانت تحتل على الأقل شمال أفريقيا، تونس والمغرب وموريتانيا والجزائر، كانت فرنسا وتحتل الشام، لبنان وسوريا، وبريطانيا كانت موجودة بالخليج العربي في العراق وفي مصر، هكذا أرادوا جزء من عدها، لذلك قالوا لتؤسسوا مؤسسة عربية تسعى إلى وحدتكم. هذا جزء كان في ذلك الوقت في عام 1945 هناك حركات تحررية، هناك حركات مقاومة للنهوض بالبلد، وكانت هناك أفكار الاستقلال والحرية والوحدة كانت تريد أن تؤيد هذا. في ذلك الوقت أيضا بريطانيا لماذا أرادت الجامعة العربية؟ كانت هناك الهجرة الصهيونية قوية إلى فلسطين، كانت تريد كتلة عربية موحدة كي تتنازل هذه الكتلة موحدة بشكل جمعي لهذا القرار، لوجود هذا القرار، وليس أفرادا تحاور هذا الفريق ويقبل وذاك الفريق لا يقبل وهذا الجزء لا يقبل وهذا جزء كامل تحاوره، هذا جزء من تأسيس الجامعة العربية. أشكرك. لذلك ظلت الجامعة العربية أسيرة لميثاق خطأ ولميثاق فيه كثير من الثغرات، وحاولوا تصليحه، والسعودية دعت إلى تصليح هذا الميثاق. نعم. إلى تطويره، والمغرب والعراق، لكن لم يحصل شيء وهكذا. أشكرك. واضح. دكتور عبد الحفيظ، هناك يعني البعض من المراقبين العرب يقولون أن الموقف العربي الحقيقة ما زال من العراق في ظل هذا النظام، نظام الميليشيات الموالية لإيران، الحقيقة يشوبه الكثير من الحذر، الخوف، الريبة، عدم الثقة والاطمئنان. فعلا هذه النظرة موجودة للعراق في ظل هذا النظام؟ صدقت أستاذ ماجد، دعني أعرج قليلا على أن فكرة الجامعة العربية هي فكرة نشأت من حراك قومي عربي لمقاومة الاستعمار. وأنا وأيد ضيفك الكريم دكتور رافع، لكن وزير خارجية بريطانيا أنتوني إيدن في مايو 1941 قال أن بلاده تؤيد آمال العرب والوحدة العربية. طبعا أكيد أنا أتفق مع الدكتور، بريطانيا كان لديها مصالح وأهداف جو استراتيجية، إنه كان هناك صراع ما بينها وبين فرنسا في ذلك الوقت، وكانت نحن نعرف كانت الحرب دكتور، بس جاوبني لأن ترى الوقت حيل ضيق عندنا دكتور عبد الحفيظ. نعم. أرجوك. نعم. العرب نعم هناك حذر وخوف. نعم نعم العرب بقيادة المملكة العربية السعودية لديهم ذلك الحذر، ولكن هم يودون احتواء العراق وإعادته إلى الحاضنة العربية. والحقيقة أنا أود أن أتحدث، هناك مشروع يعني أوضح لزملائي العزيزين، هناك مشروع عربي تقوده المملكة العربية السعودية، منطقة الشرق الأوسط الأوروبي الجديد، يضم فيه إيران وتركيا وكل، ليس فقط المنطقة العربية، يتقاطع فيه طريقان، طريق الحزام والحزام الطريق والممر الهندي، هذان الطريقان يعني الحقيقة. دكتور عبد الحميد أشكرك، قد نخصص حلقة للحديث عن هذين الطريقين وعن مشروع طيب. المملكة العربية السعودية، بس لأن الوقت طيب. جدا يعني الحقيقة يداهمنا. ياسين التميمي، هل تعتقد أن العرب فعلا يشعرون بالريبة، بالخوف من عدم الاطمئنان لهذا النظام الموجود في العراق، وأن هذا النظام كما قال دكتور رافع لا يعترف أصلا بالعراق يعني دولة عربية، بل هنا لديه علاقات مع الميليشيات، لديه علاقات مع الحوثيين، علاقات مع حزب الله، علاقات مع الميليشيات في إيران، الحقيقة يعني يقف في الخندق الآخر المقابل للخندق العربي، هكذا يقول مراقبون عرب. نعم، الشعب العربي يدرك أن العراق اليوم مختطف من إيران، وأنه ملحق بإيران وبسياساتها وأجنداتها الإقليمية والدولية، والأنظمة العربية تدرك ذلك ولديها مخاوف من العراق، ولكن لديها ربما استراتيجية لإعادة استيعاب العراق، وهي خطط في الحقيقة بطيئة وليس منها جدوى. العراق لا يمكن استيعابه من خلال تمكين هذا النظام الطائفي الذي يقسم على صدر العراق العربي الحر،
وإنما من خلال تقويم ومساعدة الشعب العراقي على استعادة دولته وهويته المصادرة الآن. الحقيقة العراق اليوم يعني نموذج لفشل الدولة. لا يوجد رأس في العراق، هناك عدة رؤوس في العراق. رئيس الوزراء الذي يعتبر الحاكم الفعلي بموجب الدستور، لكن كلمته لا تساوي شيء أمام السيستاني على سبيل المثال. كلمة هو كوزير للدفاع لا يساوي شيء أمام قادة الميليشيات. فهذا بلد في الحقيقة أنا في تقديري قررت الولايات المتحدة وإيران أن يكون بلد ساحة فاشلة جدا ومعطلة إلى أن يتم حسم بعض القضايا وفي مقدمتها تسوية الوضع في فلسطين. الدول العربية تدرك ذلك، الشعوب العربية يدركون ذلك، ومع ذلك للأسف لأن هذه الدول تتخادم مع الأجندة الأمريكية ستذهب وتشارك في هذه القمة. نعم دكتور رافع، الحقيقة أيضا هناك من الناشطين والمراقبين العراقيين يتحدثون أن هذه القمة، وأنت أشرت أنها ستكون مجرد دعاية حكومية حزبية لترويج أو تسويق منجزات بوصفها يعني منجزات حزبية، وأن العراق الآن مختلف. تعتقد الحكومة تحتاج لتسويق نفسها عربيا؟ قد تحتاج للداخل لإعادة الانتخاب، للتأييد، يعني الوقوف معها، تحتاج لعقد قمة عربية حتى تسوق نفسها وتسوي بروباغندا لها؟ نعم تحتاج هذا. هي تعرف أنه يعني العراق لا يعيش في جزيرة منقطعة عن الآخرين، هو جزء من عالم، بغض النظر شلون ينظرون إلى العالم هذا، هل ينظرون باحترام إلى العالم، إلى الخليج العربي، إلى السعودية، إلى قطر، إلى كل دول الخليج العربي، إلى دول الجوار، تركيا، هذا شأن آخر، هم كيف ينظرون، لكن هم يعرفون جدا يعرفون ومتأكدين من هذه القضية أن العراق جزء من هذا العالم جغرافيا وسياسيا واقتصاديا ويحتاج الجميع، فلذلك يريدون يسوقون نفسهم. هذا جزء من فكرة بالأساس قامت عام 2003، تريد أن تقول أن النظام الجديد هذا اللي موجود في العراق بغض النظر عن النظام السابق، هذا ليس لنا علاقة به، يعني بعد 21 سنة الحديث عن نظام سابق ونظام هذا كلام فارغ. الحقيقة هم يريدون أن يسوقوا لفكرة أنه هذا ما يجري في العراق هو نموذج جيد ونموذج ممكن أن يتعايش مع الجميع، وهذه فكرة خطأ. الحقيقة فكرة غير صحيحة، لا يمكن قبولها. يعني بالتالي أنت أمام واقع معاش هذا البلد فيه أكثر من رأي، فيه أكثر من رأس، فيه أكثر من قوى، فيه أكثر من قرار، لا يمكن أن يتعايش. أنت تتعامل مع، لنأخذ أمثلة، أنت تتعامل مع المملكة العربية السعودية، والأخ أخونا العزيز من المملكة العربية السعودية دكتور عبد الحفيظ، في دكتور عبد الحفيظ، أنت فيها حكومة تستطيع أن تتعامل معها ولها رأي واحد، لها رأي ثابت تصل إليه، تتعامل معهم ولك الثقة فيه عندما يقولون قرار. في العراق كيف تتعامل مع من تتعامل؟ تتعامل مع الحكومة، إذا أعطتك قرارا الحكومة وموافقت عليه الميليشيات بعد فترة ماذا ستفعل؟ حتى في قضية الاستثمارات العراق وافق الحكومة على استثمارات معينة والميليشيات ترفض هذه لأنها تؤثر على علاقاتها مع إيران، تبتز الشركات الأجنبية، هذا واقع الحال. فبالتالي أنت مع نظام أو سلطة غير ثابتة، غير معروفة، غير قادرة أن تحكم، لا تمتلك إرادة، هذا الخلاصة. دكتور عبد الحفيظ، ما هو المطلوب من القمم العربية حتى تستعيد الثقة الشعبية العربية وتهتم، يعني هذا الرأي العام يهتم بهذه القرارات التي تصدر من القمم العربية حتى تغادر مرحلة الشللية والعجز التي عليها هي الآن؟ ما هو المطلوب منها هذه القمم والجامعة؟ صدقت أستاذ ماجد، يعني على القمم العربية أن تتجه إلى التكامل الاقتصادي، لأنه الحقيقة يعني هناك فجوة كبيرة ما بين المنطقة العربية والعالم، رغم أن المنطقة العربية هي قلب العالم وتمتلك موارد وثروات، ولكن هناك دول منهارة. ولذلك أنا أعتقد مثلا دور مجلس التعاون الخليجي الآن هو ينتج مثلا ناتج قومي 2.3 تريليون دولار، ويود أن يصل إلى 6 تريليون دولار لكي يندمج في العالم، لكي يقتنع العالم، لكي تكون لديه عضلات وقدرات وأذرع يستطيع، لأن كما نشاهد مثلا الاستثمارات الإماراتية السعودية يتم ضخها
في مصر يتم ضخها، في تونس يتم ضخها، في المغرب. هذا المشروع العربي الاقتصادي الوحيد الذي ينقذ العرب من يعني كما ذكرت أنت من حلقة الدوران أو الحلقة المفرغة التي كانت تدور فيها القمم، لأن كانت القمم السابقة صراعات بين كل زعيم يود أن يقود القمة العربية وكل زعيم يود أن يسيطر على الجامعة العربية. دكتور عبد الحفيظ، كنت أتمنى أن نكمل وياك، بس الحقيقة الوقت يعني داهمنا ولم يتبقى إلا يعني دقائق نعطيها لضيفنا من اليمن ياسين التميمي. ياسين التميمي، هل أنت كمراقب ومواطن عربي ومعروف ما يجري في اليمن، ما زال لديك أمل وتعويل ورهان على 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 القمم العربية في أن تجد حل، تجد معالجة لأزمات عربية ومنها أزمة اليمن وخاصة القمة العربية القادمة في بغداد؟ هل ثمة رهان عليها؟ أنت تعلم أن العراق، ليبيا، سوريا، اليمن خارج نطاق الجامعة العربية وتأثيرها أو دورها. نعم. بالمطلق يعني العمليات السلام التي تحدث في هذه البلدان أو حدثت في هذه البلدان كانت تحت أشرف الأمم المتحدة. الجامعة العربية التي تستعد عربيتها تحتاج إلى توافق، والتوافق يحتاج إلى أن تكون هناك تكامل بين الدول العربية. اليوم الدول العربية تقطعت أوصالها. في السابق كان العرب يجدون فرصة للتحرك عبر الحدود، اليوم الحدود مغلقة بشكل كامل. إذا ما قيمة الجامعة العربية؟ الحدود مغلقة وهذه الدول صدرت لحساب الأجندة الخارجية، ونحتاج إلى معجزة لكي تعود هذه الأمة على المستوى المطلوب من التكامل. شكرا جزيلا. في ختام حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار التي بحثت في طلب حكومة السودان انعقاد القمة العربية القادمة في بغداد، لم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وكان معنا من المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الحفيظ المحبوب أستاذ الجغرافيا الاقتصادية والسياسية السابق في جامعة أم القرى عبر سكايب، ونشكر أيضا ضيفنا الكاتب والباحث السياسي اليمني الأستاذ ياسين التميمي. شكرا جزيلا. شكرا للمشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.